والحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من برلين الخبير بالشأن التركي دكتور باسل الحاج جاسم. أهلا بك دكتور باسل، بداية ما سبب هذا التصعيد المفاجئ من قبل تركيا، وهل من الممكن فعلا البدء بعملية عسكرية باتجاه عفرين خلال الساعات القليلة القادمة؟ أهلا بك. في الحقيقة ليس هناك يعني شيء مفاجئ، فهذه التصريحات منذ فترة تتكرر على لسان أكثر من مسؤول تركي، وتركيا يعني دوما تؤكد بأن الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفائها في الناتو بالمنظمة الإرهابية لا يمكن أن تتركه يجعل من أي منطقة كقاعدة لشن الهجمات ضدها. ولكن تركيا بالفعل يعني صحيح دكتور أن هذه التصريحات ليست جديدة، ولكن في الفترة الأخيرة تبدو أنها جدية ومرفوعة السقف، يعني وكأنها تتحدث عن ساعات قليلة ودخول عفرين مباشرة. نعم، يمكن فهم هذا من هذه التصريحات و تكرارها بشكل سريع في يعني ربما الأيام القليلة الماضية، لكن هذا مرتبط بما جرى في اتفاقات أسطنة لخفض التصعيد والانتشار التركي السريع في أكثر من منطقة وتعزيز الانتشار التركي، بحيث يعني يمكن القول أنه أطبق تماما على عفرين من معظم الجهات. وعلينا لا ننسى يعني هذا كله يجري بالتنسيق مع الروس والإيرانيين بحسب اتفاقات أسطنة الأطراف الضامنة الثلاث. من هنا يعني يمكن القول أن هناك عملية مرتقبة، لكن كيف ومتى لا أحد يستطيع فعلا التكهن بدقة. ربما أيضا يعني أيام ساعات أسابيع، ماذا تتوقع دكتور؟ في الحقيقة صعب جدا التكهن، مع أني أنا لا أرى أن عفرين تحتاج لعملية عسكرية مباشرة من الجيش التركي. يعني تركيا اليوم بوجود نقاطها داخل الأراضي السورية نقاط مراقبة، بالإضافة لجيشها من داخل الحدود التركية، يمكنها تحييد أي يعني خطر من داخل هذه البلدة، لا حاجة لها للتدخل للقيام بعمل عسكري مباشر. طيب بالنسبة للقيام بهذا العمل العسكري المرتقب، ربما ماذا عن الموقف الأمريكي؟ هل ستقبل أمريكا بأن تدخل تركيا إلى عفرين وتبسط نفوذها بعد إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية هناك؟ بالنسبة لعفرين لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة لأمريكا، لا من قريب ولا من بعيد. عفرين اليوم هي يمكن وصفها يعني وصف تحت النفوذ الروسي داخل سوريا، وليس تحت النفوذ الأمريكي. نعم. بالتالي هي تخضع لأي اتفاق تركي روسي تحديدا. ولليوم لا أحد يمكنه التكهن بالفعل ما هي الاتفاقات الروسية التركية بالكامل حول سوريا بالعموم وحول كل المناطق التي سيطرت عليها المجموعات أو الميليشيات الكردية مؤخرا. بالتالي أي عمل عسكري سيكون حتما بالتنسيق مع روسيا، وحتى ربما لا تلجأ، إذا لم تلجأ أيضا لعمل عسكري ربما هناك خيارات أخرى يمكن من خلالها تحييد أي خطر. أيضا كله سيكون بالتنسيق مع روسيا في هذه المنطقة تحديدا. من برلين الخبير بالشأن التركي دكتور باسل الحاج جاسم، شكرا جزيلا لك.